طبعا من ضمن الشغلات اللي هون اللي كان يفترض الانتباه لها انه المصرف احاول ابرده عن منطقه السكاي لاين هاي عندي هنا سقف سماوي المفروض اجيبها هون شويه صغيره وصبت الميلان اعمل فيها زي هيك يعني بهذا الجزء ميل بهذا الاتجاه وميل بهذا الاتجاه عشان هاي المنطقه في حال وصل المي تحت البلاط في خوف كثير عالي انه يبين داخل البيت حتى مرات لو حطينا عوازل مائيه كويسه وارد جدا انه يصير في مشكله بهذا النوع يعني هون في شويه تبريد لانه في رطوبه فكان يفضل انه ينعمل هاي الحركه الان بدنا نضطر نتفاداها بدنا نرجع نصب صبه صغيره باتجاه المصرف عشان نحل هاي الجزئيه